قد يكون سنيا وقد يكون بدعيا. الطلاق البدعي له أربعة صور. الطلاق البدعي له أربعة صور، وهو أن يطلقها في حيض. من طلق زوجته في حيض وهو يعلم ذلك فهذا طلاق بدعي محرم. الثاني أن يطلقها في طهر مسها فيه، جامعها ثم بعد يومين طلقها قبل أن تحيض، هذا أيضا طلاق بدعي محرم. ومن الطلاق البدعي أيضا أن يتلفظ بأكثر من تطليقة في جلسة واحدة، يقول طالق طالق أو طالق بالثلاث أو طالق بالثنتين أو طالق بالأربع أو طالق بالألف، المهم أكثر من طلقة في مجلس واحد، هذا أيضا طلاق بدعي. ومن الطلاق البدعي أيضا أن يطلقها في نفاسها، أن يطلقها في نفاسها، وبعض أهلهم يقول جائز ولكن الأقرب أنه بدعي. يطلقها في الأصل يطلقها وهي طاهرة.